مصافحة لم تنهي الأزمة بين الطرفين ولم تخلق أي مناخة لإجراءات ما تسمى بالثقة. هنا تم التوقيع على اتفاقية تبادل الأسرى مطلع الشهر المنصرم. رسم الطرفان خارطة لمسار التبادل برعاية أممية وإشراف مباشر في الميدان من قبل الصليب الأحمر الدولي، ليخرج الطرفان بقوائم تتضمن 16,000 معتقل. واتضح للجميع بعد ذلك أن لجنة الأسرى والمعتقلين في مشاورات ستوكهولم لم تكن إلا سرابا بقيعة، فقد ظهرت الحجج والمحاذير والمعاذير أيضا. مجددا قضية الأسرى والمعتقلين تعود إلى السطح، فها هو الحوثي يصل العاصمة الأردنية عمان، الأمر الذي كانت السلطات الأردنية قد نفت في وقت سابق عن استضافتها لجولة من المباحثات بين وفدي الحكومة والحوثي. اجتماع لجنة تبادل الأسرى والمعتقلين يهدف إلى بحث سبل الاتفاق على الإفراج عن الأسرى والمعتقلين، ويرى البعض أن هذا الاجتماع هو استكمال لما تبقى من مراحل هذا الاتفاق، والذي من المقرر أن تعاد صياغته من نقطة الصفر، حيث سيمر بخمس مراحل أساسية، بدءا بتبادل القوائم وانتهاءا بالترتيبات اللوجستية لإطلاق سراح الأسرى، والذي كان الحوثي قد أعلن في العاصمة السويدية ستوكهولم أن العملية ستتم خلال أسبوعين من تاريخ التوقيع. بعد أسبوعين سيكون هناك تبادل للإفادات عن هذه الكشوفات التي استلم كل طرف نسخة، وإن شاء الله خلال 45 يوم أو أقل من ذلك سيكون هناك تبادل شامل وكامل حسب الاتفاقية الموقعة بين الطرفين. لم تخرج الحلول السياسية التي تسعى إليها الأمم المتحدة من إطار المشاورات إلى فضاء المفاوضات، ولم تعقد كذلك حاليا في الأردن جولة جديدة من المشاورات الموعودة، وإنما هي عبارة عن مراجعة لملفات سابقة اتفق عليها الطرفان، ومحاولة للملمة اتفاق الأسرى الذي كان يوصف في ستوكهولم بأنه المنجز الوحيد. وما يزال الجميع يترقب كافة مخرجات ستوكهولم على الواقع في الميدان.